الشباب كي دايرين بخير هانين مرتاحين فتاحين جود جوب الفردوس العدس المقليه في الزيت اللي كتسولو تيقول لك وزان ما فيها ميد علاش حشومه عليك انت قلتي مملة اه انا قلت مملة وزان ولكن باش جيت الوزان جيت بقيت مملة انا راه وزاري باش ما تبقاش تقولي زعما راه كنجي ضد وزان انا راه مزيود في وزان لا مزيود في سله ولكن با مزيود في وزان ولكن بغيت نقول لكم هاد الناس كاملين اللي تيقول لك هاد البلاصه عيانه انا غجيت نوريكم بلي هاد البلاصه ناضيه غادي نطلعكم دابا لواحد الجبل سميتو جبل بوهلال طلع الفيديو تصور في الصباح بكري كان باقي الظلام خرجنا الطاكسي اللي كنشدو تيقول لكم كديش البولان ما عرفتش علاش حيت واقيلا ما كانش نهار الحد الناس كيطلعوا نهار الحد للحد تيتغداو تما المهم ماشي مشكل لقينا واحد الطاكسي ابخي وصلنا نص ديال الطريق خلصنا بنص الثمن 15 درهم من بعد بقيت طالع وانا كنصور واحد السيف جابي بقيتش نقول لكم كيفاش داير والبلان الواعر اللي داروا هو انهم قادوا الطريق من التحت حتى الفوق يعني تقدر تلعب طوموبيلتك مع عائلتك حتى شجره تيشتا وتشوف وزان كامله من الفوق ابخي تلاقينا واحد السيد تما اللي كان كيدير سبور وطلعنا معاه عرفنا على المنطقه الفوق بزاف على الاراضي تما وشفنا وزان من اعلى القمم يعني عرفتي راه ما يمكنش البلاصه شحال واعره وهذا هو جبل بوهلال ديال وزان ندوزو دابا للمدينه القديمه الشاون في الخضر شوفوا اخوات هاد البلاصه هادي بزاف غير غادي كندورو ما عارفينش فين واحد البلاصه بالضبط كتبقى تحس براسك بحال اللي انت راك كاين في ورزازات ولا شي حاجه حيت ما يمكنش حتى داك الاضاءه اللي دايرين داك الطول اللي دايرين والحيط العتيق كتخرج كتشوف نيشان وزان حتى هي النص ديالها شي حاجه طوب بزاف ننصحكم ما تجيوش لوزان مرحبا بكم وزان شو هذا؟ هذا مثل مرة ما فهمتش فيها شي حاجة أقسم بالله. خرجنا العربية. هذه هي الشجرة اللي كنا فيها ديك المرة، طلعنا فيها الدرون. ومشينا حتى لواحد البلاصة اللي واعرة بزاف بزاف، سميتها بحيرة بودروة. باقي فيها الأشغال ولكن والله تا ناضية. تفرج في هاد لا فيديو وقول لي واش سويسرا المغرب ولا لا. السلام. كدير بودروة؟ والله خايف من البلاصة. بغينا نمشيو لديك البلاصة. ديال في البحيرة. الطيار لا وكيلا ديتينا حد الرومبون كتبقى في وزان لا كنكون خارج المدار الحضري غنوريك المدار الحضري ديالنا فين نمشيو كاملين ان شاء الله نكتشفوا هاد البحيره كي دايره نصوروا فيها شويه ابخي غدا ان شاء الله غادي نديكم فين لواحد البلاصه ناضيه ديال اليهود هذه هي بودروة ناضية ناضية في انرجي بشكل باقي الاشغال بزاف كما كتشوفوا ما باينه غتولي شي حاجه طوب فهمتي شي حاجه سياحيه بزاف غادي تضرب كريسيات ديالك هنا وتشوف الجبال بالطريقة هذه شكليه المهم هاد البلاصة فيها كريسيات وناضية بزاف حيت كي كتشوف في البحر تيبان لك طبلة وديك الغروب ضارب والغوف اللي في الماء يعني كتحس راسك في سويسرا المغرب وداك السيد اللي تلاقيناه في جبل بوهلال سولنا على احسن بلايص كاين في وزان هو يقول لنا كاينه واحد البلاصه اللي ناضيه بزاف وضروري خصكم تمشيو ليها اللي هي سميتها ازجن كانوا فيها اليهود شحال هادي وفيها معالم تاريخيه وكذا ومدينه واعره بزاف والبلان صافي باش قال لنا هكا خليناه هي الاخر باش نبقاو زعما فوكس عليها حتى الاخر ونسالو بها وزان باش تبقى وزان في راسنا شي حاجه طوب بزاف واعره صافي سيدي درنا هذيك المناطق كامل اللي وريناكم في لا فيديو ابري جا الوقت باش غنمشيو لمدينة أزجن فقنا الصباح بكري هبطنا لطاكسيات كبار شدينا الطريق ديالنا لجهة أزجن واش تيوا هي اليوم تمام بحالنا
من بعد 20 دقيقه ديال الطريق هبطنا من الطاكسي وبقينا تنقلبوا على مدينه اجن فين كاينه. كتبان لينا واحد القهوه فيها اربعه ديال الرجال وكاين واحد ملحان وثلاث جيه وبزاف ديال الكلاب. طاح لي واحد السؤال في راسي، اين هي مدينه اجن؟ بان لي واحد مول تريبورت ومشيت كنسولو على الاماكن السياحيه اللي موجوده في مدينه اجن. قال لي ولدي ما سمعتكش، عاود عاود. قلت له عافاك الاماكن السياحيه اللي عندكم هنا؟ قال لي خويا لاحظتك تسول داك مول حانوت هاكي. قال لي بغا الطريقه الجميله. ابخي مشينا عند السي مول حانوت قلنا لي عافاك عطيني الاماكن السياحيه لمدينه اجن. قال لي ما كاين والو، كاينه واحد البطاقه هنايا واحد البلاصه كيجيو لها اليهود كيديروا شي حاجه ديالهم. يعني عمي شوما عليك صيفطينا لاجد. درنا شتينا الطاكسي اللي جينا فيه قلنا لي سيدي خدنا الى مدينه وزان الجميله. وكانت هذه هي النهايه ديال ليكسبيريونس ديالنا في وزان. كنا بغينا نخليوها واحد النهايه اللي تكون سعيده واخا كانت بحلاوتها. وشال هنا كتكون النهايه ديال القصه ديالنا في وزان. نشوفكم في مدينه جديده بانرجي جديد.